تلقاونا في الحلقة الثامنة نهار لحد 20 فيفري مع نص النهار باش نحكيو على مخاطر التلوث البيئي في سونين، أضراره على صحة المواطنين وحياتهم اليومية. باش نحكيو زيدا على غلق المؤسسات الشبابية في الدندان وجديدة من ولاية منوبة، أسباب الغلق وتأثيره على الشباب بالجهة. تلقاونا في التقديم رنا عمارة، أحمد سيسي ووسيم حمادي. استنونا. السلام ومرحبا بكم الناس اللي تسمعوا فينا الكل على موجات المندرة فام 99 واللي يتفرجوا فينا على نوتر ستريمينج لايف على الباج فيسبوك المندرة فام، كما تلقاونا زادة على نوتر سيت انترنت المندرة fm.com وعلى الابليكاسيون موبيل المندرة فام. معكم من وراء الميكرو وسيم الحمادي، كالعادة مانيش وحدي، يحضر معايا صديقي أحمد ساسي. مرحبا بك أحمد. مرحبا بالمستمعين والمشاهدين الكل. للأسف تتغيب علينا صديقتنا رنا عمارة اليوم لأسباب صحية، نتمنى لها الشفاء. اليوم لحد 20 فيفري 2022، وإحنا معاكم في الحلقة الثامنة من برنامج أمور تهمنا. أمور تهمنا هو برنامج شهري جي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة بالشراكة مع 5 إذاعات جمعياتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. إذاعة المندرة أفام هي واحدة من 5 إذاعات اللي تلقاو فيها أمور تهمنا، واللي هما دريم أفام، نبزاوة أفام، عليسة أفام، وسيليوم أفام، والمندرة أفام. البث متزامن على جميع الإذاعات، ولكن كل إذاعة أمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تمس الجهة ذيك والمنطقة ذيك. اليوم في برنامج أمور تهمنا باش نحكيو على مواضيع مهمة وقريبة من المواطن. المرة هذه اخترنا باش نحكيو على أزمة دور الشباب في ولاية منوبة، أسباب الغلق والتداعيات متاعو. أما في البداية باش ننطلقوا مع موضوع مهم اللي هو موضوع التلوث البيئي في منطقة سونين بولاية بنزرت، وتحديدا باش نركزوا على مشكل تسرب مياه الصرف الصحي في البحر نتاع سونين. على ذلك يحضر معنا السيد حمادي القبطني، المدير الجهوي لديوان التطهير ببنزرت. مرحبا بك سي حمادي وشكرا لك على قبول الدعوة. مرحبا بكم ومرحبا بكافة مستمعي راديو مندرة فام. عايشك سي حمادي، مرحبا. انا سامحوني يمكن المكان اللي انا فيه فيه شويه حس، معناتها لو كان تسمح تخليني ندخل في خاطرني انا لبرا ندخل في الكهرباء. مسائل اش تقدم معنا سي حمادي ونبدا معك. واضح سي حمادي، احنا ديجا حابين نعرفوا متى كان تعطينا حيثيات هالمشكله هذايا نتاع تسرب مياه الصرف الصحي في البحر، ومن وقتاش بدا هالاشكال هذايا. في البداية نحب نذكر انه هو معناتها التسرب هذا نورمالمون هو مش معناتها بداية، هو كان موجود في السابق الا انه معناتها نقولوا جات فترة وقت اللي وقع تشغيل المنظومة نتاع تطهير مدينة رفراف 2005، معناتها قص التسرب هذا نحو البحر والفترة معينة، ومن بعد صار إشكال على مستوى عين بلد. على مستوى عين بلد وقت الديوان أنجز المشروع سنة 2005 فما مشكل هو في معناتها ممر غير مفتوح من طرف البلدية، مشكل عقاري، دونك معناتها اضطروا معناتها رئيس المشروع باش ينجز القنوات اللي تصرف المياه نتاع جزء من مدينة رفراف ومنطقة الحماري في اتجاه محطة موجي سليم، اضطروا انه باش يشقوا ارض معناتها بطريقة نقولوا فنيا ماهيش صحيحة نظرا لوجود اشكال عقاري، والمنشأة هذه معناتها اشتغلت الثلاثة اربع سنوات ومن بعد تالي صارت فيها اشكاليات نتاع انسداد ودخول معناتها حجارة واحد لانه موجود غاديك على مستوى واد فما شرياج نتاع تراب واحد، دونك القناة هذه ولات تتعرض للانسداد متكرر. وقت اللي القناة هذه تتعرض للانسداد متكرر دونك جزء من المياه هذه نتاع منطقة الحمار وجزء من مدينة رفراف يقع معناتها روجي معناتها اوتوماتيكمون على الواد هذاك وبالتالي تهبط المدينة سونين. في الحقيقة معناتها حاولنا في عديد المرات مع السلطات المحلية والجهوية معناتها باش نلقاو حلول للممر هذايا ومعناتها وفتح الطريق. كنا معناتها لقينا إلى حد الآن معناتها مازال هو في الحقيقة ما تحلش، مي فما بوادر تو نتاع حلين نتاعو
وإن شاء الله بعد ما يتحل الممر هذا يتم إنجاز معناتها قناة بالمواصفات الفنية المعمول بها، وبالتالي معناتها تولي تشتغل بشكل دائم ومسترسل باش هل المياه هذه ما 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 تتسربش نحو الواد وبالتالي نحو شاطئ مدينة سوريا. باش نجيو لهذا سي حمادي، باش نجيو لهذا ونحكيو زعما على الحوار اللي صار وعلى الأمور هذه ما باش نقدوها. لكن توا باش نواصل الحديث معاك، لكن نسمعوا معناتها آراء بعض المواطنين معناتها من مدينة سوني. أنا نجم كان تسمح معناتها نقعد معاك في لونتين ولا ترجع لي؟ لا لا تقعد معنا سي حمادي. باهي يعني. اوكي نسمع وراء بعض المواطنين ونرجع للتعليق وتفاهم. ما صب نتاع الفراف هذاك كان يسكروه الماء ما عادش عطانا هوني، ما خطاش الموتورات كيما عاملين الناس عندنا هنا عاملينه في الفراف. الموتورات علاش هذوك ما يمشوش؟ علاش ديما نعمل كل احنا الماء عندنا هابط هوني؟ احنا ناس ثابت باش تعوم، ما تعومش تمشي كيلومتر ونص باش تعوم. سلطة نتاع الفراف يلزمها تتفاهم مع جماعه الناس اللي الموتورات ديما يخدموا باش الماء هذاك يطلع يمشي وين متوجه كيما نعنا تو في سونين. لو كان هابط عنا في سونين في البلاد نتاعنا هاك تو الموتورات نتاعهم رجلهم ماش هابط. تو الطريق هذا يقولوا الطريق عين السير، تعدوا كراب كل يوم من 6 تاع الصباح حتى 6 تاع العشاء الكراب نزلوا جايين. وصلوا القياس كين هو، هل هو في عام ما فضلش حتى مليون صلحوا به طريق البحر؟ انا نهار منه متعدي ما يمكن نغسلوا ماء احمر دم والله. نهار نهار الريحه نتاعو تشمها نزك يجي في الليل نخرج وسط البحر تو تشم ريحه كريحه وسط الماء. تعرف تو عندي شي 10 سنين محسوب ما نعومش في ريح مقمر انه الريح نعوم به، تحرمنا حتى في عومه والله. كان ترى المنظر انت وشيء يا متعيف البلاد جمله، ما نعرفش العباد هذه بلادهم مش بلادهم ما عندهمش دم بكل ما يغيروش على بلادهم جمله. باب متحرمين معناها نتاع برشا عباد باش يهبطوا يعوموا، الوسخ اللي يجيبوا في الصيف يحصل عومتين ثلاثه هكاك باش ما يمرضش. الماء تاع الرفراف تاع الحماري بيتو يطلع الرفراف ومن الرفراف يتلم مع تاع الرفراف ونتاع الحماري ويتم هابط مع الحلقوم يهبط علينا من الصونين الكل حتى يخلط البحر. هو الحلقوم اللي عاملينه للبحر، عاملينه من الاول للبحر هم، حتى يقولوا باش يكروا يعدوا العوجه ولا الوين باش يهزوا ماهمش مخمين فيها الحكايه. من الاول مسايبين له حلقوم كامل كيما هو حلقوم مشعول مخلوق ديريكت للبحر. كنت تسمع معنا في شهادات بعض المواطنين من مدينة سونين حول المشكل اللي صار، اللي هو حسب سي حمادي مشكل قديم عنده بعض السنوات، واللي يتمثل في أنه فما معناتها تسرب لمياه الصرف الصحي في مياه البحر متاع سونين كيف كيف أي أحمد، واللي المشكلة هذه نعرف اللي عندها عديد التداعيات على المستوى الصحي على مستوى معناتها النسيج السياحي في المنطقة، لأنه أغلب المواطنين اثنين نتاع الصونين نعرفوا في الفتره نتاع الصيف معناتها يستقاتوا من المصدر هذا. سي حمادي كنت تسمع معنا في شهادات بعض المواطنين اللي كما كنت نقول لك معناتها يركزوا على المسائل هذه، ما انه فما تلوث بيئي، انه فما مشاكل تداعيات صحيه للتسرب هذا، انه حتى النسيج السياحي يتمس وغيره. شنو هي تعليقك على الشهادات هذه؟ هل تعتقد انه هذه شهادات حقيقيه معناتها الاضرار هذه حاصله والا فيها شيء من المبالغه؟ وانا ما خلطش باش نقيم مستوى التدخلات، هم احرار في الانتربريتاسيون وهذه حقائق. نقولوا فما تسرب نتاع مياه مستعمله ناتج على مشاكل فنيه ولا مشاكل عقاريه وعدم انجاز قنوات في اجزاء معينه. وثم كونستاتاسيون معناتها ملاحظه من طرف المواطنين والاهالي يقول لك فما تسرب تاع مياه مستعمله، باش نجي نقيم الكلمه نتاعه ونقول له صحيح ولا غلط. اوكي فما تسرب معناتها، والدليل انه نحن باش ننجزوا اشغال غاديك. باش نحيو التسرب هذا الكل. تبقينا مش هذا يعني اليوم باش نقول هو كلامه صحيح ولا غلط، اللي يهمني هما كيفاش باش ندخل وبلا سرعه وفي الوقت وفي معناتها فهمت، هذا اللي يهمني معناتها مش نقعد في المهاترات نتاع هو يقول في الكلام صحيح ولا في الكلام الغلط. حمادي نحكيه متى على السرعه تو اكثر من 10 سنين معناتها هذا اللي ممكن يرجع لنا اكثر من 10 سنين. وصلني خلينا نكون صريح معاك تو كي نقول لك انا راه عندي مشكل عقاري والمشكل العقاري يتجاوزني معناتها يلزمني فتح الطريق، ينجم يدوم حتى اكثر باش نبداو الحين. انا راسلت وعندي مراسلات مع البلديات ومع اللي وقت اللي كانت حتى النيابه الخصوصيه ضروره فتح الطريق هذا الكل، وعندنا مراسلات حتى على مستوى وزاره البيئه. المسائل هذه وقت المكان سي حمادي اخذر لي خلينا نكمل لك. بلديه المكان ما عندنا منخبيه بلديه المكان وفما جمعيات شكاوا حتى لوزاره البيئه. ولا وجاوبناهم في التمشي هذا ضرورة فتح هالممر هذا فنيا الآن. لو كان ما يتفتحش الطريق والممر هذا كيفاش باش نعبر أنا معناتها باش نوريك
difficulté ولا l'impossibilité de résoudre le problème. هو العقار على ملك شكون سي حمادي؟ معناتها شنو هي الاشكال اللي فما في العقار؟ العقار هو في مثال تاعي العمرانيه محطوط زون نو اي دي في كاندي، معناتها كيدني منطقه جايه بجنب واد غير صالحه للبناء، كل باش يخلوها في شكل معناتها نقولوا غابه منتزهه، ما نعرفش، ما غير صالحه للبناء وما فيهاش طريق، والبلديه ما فتحتليش المكان. دونك انا ك نحكي كمؤسسه أعنى بمجال التطهير والتصرف المياه المستعملة، معناتها المجال العقاري وفتح الطرقات ماهوش من مشمولاتي. أنا نكتب ونطلب من المصالح المعنية. يعني طلبت من سلطة الإشراف، من البلدية، من الولاية، وحتى على مستوى الوزارة وقت اللي سألوا قالوا علاش المشكل هذا كما أنت تو تحكي في الراديو تقولي علاش 10 سنين، جاوبنا في الاتجاه هذا حلوا لنا طريق. يعني الاشكال الوحيد هو الاشكال العقاري، ما فيش اشكال اخر. اكيد ما فيش اشكال اخر. انا لو كان مره ما انت نحكي على سبيل النكته، كان عندنا مشروع في مدينه منطقه منزل اسماعيل، عاد والمشروع تعطل ضروره انجاز محطه الضخ، وما لقيناش تراع لانجاز محطه الضخ. بعد جاوا العباد قطعوا الطريق وجاوني حتى الاداره وكذا، قلت لهم باه عندي قطعه ارض نعطيها لكم نتاعي، أما راهي مش في منزل سمعت، راهي بعيدة 30 كيلومتر على منزل سمعت. أنا كي نحكي على المشكل العقاري في المكان، ضرورة المكان اللي حاجتي به أنا، مش فهمت؟ دونك المسألة ماهيش بيديا، معناتها ماهيش بال يعني الأمر يقتضي معناتها تكاثف الجهود، معناتها يعطيك الصحة، ويلزم نقولوا نحن السلطة المحلية البلدية يحكيهم على أهالي، خاطر شكون يتصرف في نقولوا في عمليه التهيئه وفتح الطرقات، ثم سلطه اسمها البلديه. دونك هي الطعنة وهي كذا، الحقيقه لقينا منهم معناتها كان التجاوب، لكن العمليه ما صارتش بالسرعه الكافيه. اخر مره في بالي الجمعه اللي فاتت عملت جلسه في بلديه رفراف، وحضروا فيها معناتها حتى اعضاء من المجلس البلدي منطقه سونين من رفراف، وحكينا على الموضوع هذا، وخاطر نحن كتبنا قبل وخرجنا حتى على المكان معناتها في السابق ضرورة فتح الممر هذا. ايش يقولوا لي؟ وزدت كتبت لهم انا علاش؟ ممكن باش ما نحبش نقول شنو عملنا في الواحد 2017، انا برمجت معناتها تجديد القنوات هذه في المكان اللي نحب عليه انا، معناتها في الممر هذا الغير مفتوح. وكلفت مقاوله وجات المقاوله حبت تخدم، لانه ما عنديش طريق مفتوح، دونك سكرنا البروجي وروح المقاوله. عاودت برمجتها السنه 2022 عندي مقاول معناتها قاعد نحضر فيه ان شاء الله باش في الصيف يبدا موجود معنا. وعلى ضوء هذيك انا رسلت البلديه وقلت لهم راني برمجت الاشغال هذه في الصيف نتاع 2022، الرجاء معناتها الاسراع في فتح الممر هذا، انا ما نسميهش طريق، المهم ممر لانجاز هالقناه هذه باش نحل المشكل نهائيا. شنو كان التجاوب نتاع البلديه؟ دونك البلديه الحقيقه ما يقولوا لك لا، معناتها متجاوبين، ومشينا حتى مره وجابوا لي نساء قالوا يملكوها نساء، وفيها يعني برشا اطراف من الداخله، معناتها هي على طول يمكن 140 متر، في ال 140 متر ما كان تلقى في ال 30 متر الاول ورثه نساء، تمشي من بعد تلقى واحد مواطنين بالخارج، من بعد تمشي لقدام تلقى حرمه نتاع واد. يعني الاشكال اي نسمع فيك سي حمادي، يعني الاشكال دونك المسائل هذه الكل خضنا فيها، لكن ريا المو الفتح. انا الحقيقه برمجت السنة كيما عملت 2017، غمضت عيني وبرمجت الاشغال، كانت حل الطريق، ستنجز هذه الصائفه باذن الله. كان ما تفتحش الطريق دونك الامور تتجاوزني، معناتها هو الكلام هذا قلته معناتها للسيد رئيس البلديه ومدرك للمساله هذه، وان شاء الله معناتها انا نقولوا نحن واحد فك المثل نتاعنا، واحد يقول لك سبق الخير، معناتها نقول انا جستيم ان المره هذه باش يتحل المشكل وباش ننجزوا القنوات هذه بالمؤسسات اللي نحبوها نحن، ولفات ننجزوها بالمؤسسات اللي نحبوها نحن ان شاء الله باش نحيوا هالتسرب هذا اللي نقولوا نحن اللي تفرض علينا، معناتها علاش؟ خاطر القناه القديمه اللي تم انجازها ماهيش في المواصفات الفنيه المعمول بها. واضح. يعني اذا كان نحب نخرج بحاجه سي حمادي من الحوار، انه يكون عندنا تعهد من عندك انه في حال انه تم تسويه الوضعيه العقاريه. انا برمجتها باش نبقى لي انا بالنسبه لي انا صيف 2022 عندي 140 متر وقنوات 160 متر وقنوات ستنجز في المكان هذاك، وسيقع تعيين مقاوله ديجا تو هي في طور النشر معناتها الوحده،
وباش نجيبوا انا المقاول بقات على نظر وباش نخلي البلديه تخدم خدمتها في الاثمان. نتقابلوا كيما قلنا هما معناتها مدركين للشيء هذا. حتى حكيت انا وياهم بعثت لهم حتى مراسله ضرورة فتح الممر هذا. لكن منا لك الشهر ابريل ماي معناتها تم الفتح والمقاول تاعي يبدا انستالي. دونك الحكايه مضبوطه بالمفهوم اللي هو سي حماد ان شاء الله يمكن باش نتفاعل معاك. يمكن هذا اهم مشكل هو قعد لانه علاش لانه مش بيدينا المشكل هذا. علاش هو ساتريني لانه مش في معناتها الحلول مش بنسبه 100% في يد الديوان الوطني للتطهير. فما اطراف متداخله اللي هي مكلفه بفتح الطريق. بالنسبه للاجزاء اللي هي بنسبه 100% معناتها في مشمولات الديوان الوطني للتطهير تم معناتها تجديد ثلاثة محطات ضخ اللي هي على مستوى منطقة الحماري معناتها أزهار عياد وعين الشكوى وهذيك المنج سليم معناتها عين بلد. معناتها التجهيزات بكلفة نهزت 900,000 دينار معناتها المضخات والواحد باش تستجيب معناتها للتطور نتاع المنسوب نتاع المياه وكل. دونك الأشغال هذه أنجزت بنسبة 100%. يبقى كما قلت انت النجاح نتاع ولا باش نشوفوا هالمدى نتاع نجاعه هالانجازات اللي عملناهم هو مربوط بهالتجديد نتاع الجزء نتاع القنوات هذه. على منطقه سونين عندنا محطه ضخ كيف زاد تم معناتها اقتناء مضخه جديده للمحطه هذه نظرا لانه معناتها المضخات القدم معناتها بداوا ما عادش يكفيوا للمنسوب نتاع المياه معناتها التطور السكاني والتطور الاستهلاك. هذا معناتها فيما يخص المجهود نتاع الديوان اللي تم انجازه في السنتين الاخرين. المهم نستناو ان شاء الله سي حمادي من عندك معناتها زاد شويه ضغط اخر على البلديه معناتها مش حكينا مراسله ولكن لازم نضغطوا شويه معناتها من جهتك انت ومن جهه زاد الاعلام والمجتمع المدني والمواطنين زاد قاعدين يضغطوا وباش معناتها تكثف الجهود الكل باش معناتها يتم معناتها حل هالاشكال هذه. نحن معناتها في اتوموت نجموا معناتها تدخلوا نعطوكم فانا مرحله. نحن معناتها نقولوا في شهر ابريل في شهر ماي تدخلوا نقول لكم فانا مرحله وصلنا. معناتها ما يقلقناش معناتها المتابعه واخذ المعلومه. واضح. تكونوا معناتها المواطنين معناتها منطقه سونين ورفراف على بينا وعلى اطلاع على اللي قاعد يصير في مجال. شكرا لك سي حمادي على التدخل معنا اليوم. شكرا لك على التوضيح. ندعي واحنا الاطراف الكل انها زيد تركز شويه على الموضوع من جهتكم سي حمادي من جهه البلديه من جهه المواطنين من جهه المجتمع المدني. شكرا لك سي حمادي مره اخرى واحنا باش نخرجوا مع فاصل غنائي صغير ونرجع لكم. بوبليسيتي I'm gonna go get some more.
برنامج شهري على إذاعة مندرة FM بشراكة مع مبادرة مناظرة. برنامج أمور تهمنا يطرح ويناقش عدد من القضايا المتعلقة بشأن العام. تلقونا في الحلقة الثامنة نهار لحد 20 فيفري مع نص نهار باش نحكيو على مخاطر التلوث البيئي في سونين، أضراره على صحة المواطنين وحياتهم اليومية. باش نحكيو زيدا على غلق المؤسسة الشبابية في الدندان وجديدة من ولاية منوبة، أسباب الغلق وتأثيره على الشباب بالجهة. تلقونا في التقديم رنا عمارة، أحمد سيسي ووسيم حمادي. استنونا. رجعنا لكم في الجزء الثاني من حلقتنا في برنامج جمهور تهمنا، واللي باش نحكيو فيه على مشكل إغلاق دور الشباب في ولاية منوبة. يحضر معنا السيد محسن مصدق المندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية منوبة. سي محسن مساء الخير ومرحبا بك وشكرا لك على قبول الدعوة. مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. شكرا. شكرا سي محسن. نبدأ معك الحديث سي محسن على وضع دور الشباب في ولاية منوبة بصفة عامة، ولو أنه نعرفه اللي أنت تم تعيينك حديثنا في خطة مندوب جهوي على ولاية منوبة، شنية الوضعية اللي لقيت فيها دور الشباب في الولاية؟ في البداية هو أن نعطيكم بسطة حول دور الشباب في ولاية منوبة. ولاية منوبة تحتم 12 دار شباب، دار شباب متنقلة مكلفة بالرحلات، وحدة تنشيط الأحياء، ودار الشباب المتنقلة الريفي، ومركز شبابي هذا هو جديد وتم إحداثه في سنة 2021. دور الشباب في منوبة لها عم تقوم بعمل كبير لفاية الشباب، إلا أن الوضعية هي فما دور شباب وضعيتهم متهرقة وبس يتم تدخل فيهم، وبدنا ندخلوا فيهم. باش نبقاو هذا بشكل عام، ربما بشكل عام في ولاية منوبة وفي باقي الولايات فما مشكل في دور الشباب، ولكن احنا باش نحاولوا نركزوا على زوز أمثلة اللي هما باش نحكيوا عليهم اليوم. المثال الأولاني هو دار الشباب بالدندان، أكيد عندك فكرة سي محسن، اللي عندها تقريبا حوالي عامين معناها مسكرة، على أساس أنه كان باش يكون فيها أشغال نتاع الصيانة. أولا ساعة كانت تشرح لنا الوضعية بأكثر تفاصيل نتاع دار الشباب هذه، وشنو بالضبط أشغال الصيانة اللي موجودة فيها، وعلاش معناها نسبيا الفترة طالت معناها تقريبا عامين والدار الشباب هذه مسكرة؟ بالنسبة لمشكل دار الشباب بالدندان، فهي تم غلقها بقرار من السيد وزير الشباب والرياضه بتاريخ 26 جويلية 2021. توا ماشي برشا 2020 سامحوني 2020 2020
دار شباب عندها بنية متهرعة، دار شباب الدندان، وعلى إثر التقرير الصادر عن الحماية المدنية وتقرير المتفقد البيداغوجي اضطرت الوزارة إلى غلقها بالتاريخ اللي ذكرته توا اللي هو في 2000 وفي جويلة 2020. وتم تخصيص في سنة 2021 تم تخصيص 250 ألف دينار لفائدتها. إلا أن الدراسة اللي قمنا بها وظهرت ال 250 ألف دينار غير كافية هذه الاختبار الفني، واعطانا والاختبار الفني اعطانا مبلغ مالي ب 310 ألف دينار. سي محسن كان زيد تشرح لنا، سي محسن كان زيد تشرح لنا وتشرح السادة المستمعين الاختبار الفني لشنو افضل، معناها شنو هو نوعيه الاصلاحات اللي تتطلبها؟ الاصلاحات اللي تتطلبها دار شباب هي مراجعه الشبكه الكهربائيه كلها، هي مراجعه الشبكه الصحيه اللي هي انعدمت في دار الشباب، وتهيئه دار الشباب من الداخل، اي تهيئه داخليه في اطار المكاتب نتاع الموظفين والقاعات اللي هم مش يتم النشاط بهم. هذه الدراسة أفضت إلى 310 ألف دينار، وتم رصد في 2022 من الوزارة 150 ألف دينار اعتمادات إضافية، لتصبح الاعتمادات 400 ألف دينار لفائدة دار شباب الدندان. وقامت المندوبية بإعداد البرنامج الوظيفي لفائدة المؤسسة وإحالتها على الجهة الرسمية قصد اتخاذ إجراءات، وإن شاء الله في القريب العاجل الأمور الإدارية الكل تتحل ونمشيوا فير إصلاح هذه المنشأة الشبابية اللي هي كانت تقوم بنشاط كبير لفائدة دار الشباب، لفائدة الشباب المنطقة. إلا أن فما ملاحظة، الشباب راهو لم يتوقف في دار شباب الدندان، لقد تم وضع على ذمتهم يا إما ينشطوا في دار شباب منوبة أو في المركب الرياضي المركب الشبابي بمنوبة. واضح ما وقفناهمش الشباب للنشاط نتاعهم. واضح ديجا انا سي محسن معناتها من الشباب اللي كنت ننشط في دار الشباب الدندان، معناتها مليانه صغير الحقيقه، وانا ولد دار الشباب الدندان ولو انه ممكن بعض الشباب يستبعدوا شويه، معناتها بعيده شويه المركب الشبابي ولا دار الشباب المنوبه، وعندهم انتماء اكثر لدار الشباب الدندان اليوم، معناتها صحيح اكلي بالرسمي معناتها عباره كأم معناتها ما تنجمش تبدلها. دونك هذاك علاش هما ديجا واليوم حبوا يوصلوا صوتهم، سجلنا معاهم معناتها حبينا نوصلوا صوتهم نسمعوهم سي محسن ونرجعوا مع بعضنا. كنا نجيب لهنا، كنا ننشطوا، كنا نعملوا برشا حاجات، كنا نتفرهدوا، كنا بالعكس نخدموا نراو بعضنا. توا مسكرة عندها عامين قعدنا هكاكا كانت تفيدنا. كنا نجيو لدار الشباب نلقاو اسباس وين نسيبوا فيه الطاقة الزايدة نتاعنا، نلقاو معناتها انتوراج وين نبقاو ننشطوا ونعملوا برشا حاجات. أو العامين هذوم على أساس معناتها دار الشباب كانت باش تصلح في شهرين، أما تويكا ولات طولت الحكاية، وحتى برشا شباب أصلا نساو وش معناتها دار الشباب ونساو وش معناتها أنشطة، وبرشا حاجات ضاعت علينا. نحن كنا فيها عبارة عائلة، وكي سكر دار الشباب حسينا رواحنا تفرقنا على بعضنا وبعدنا برشا، وما لقينيش البلاصة اللي باش نمارسوا فيها الغرام نتاعنا ولا نجسدوا فيها افكارنا. وان شاء الله ما تطولش التذكره نتاع دار الشباب، ان شاء الله ترجع تخدم وترجع دار الشباب الدندين خير برشا من قبل. بيسي محسن كنت تسمع معنا في شهادات الشباب اللي كانوا ينشطوا في دار الشباب بالدندان، وشفت اللي فما نوع من التذمر ونوع من الحنين كما قال صديقي أحمد لدارهم الأم دار الشباب بالدندان. إذا كنت تحب توصل لهم رسالة شنية نجم تقولهم في تعليق؟ نجم تقولهم قولوا اللي هو كلام صحيح، دار الشباب كانت حاضنة ليهم في الشباب، وكان هو كان فضاء للترفيه، وكانت كل عائلة ونعرف هذه كلها موجودة، إلا أنه هو الشباب يزمو ينشط وما نسيناهم الشباب لما اعطيناهم ينشطوا في الزوز المؤسسات الاخرى، او لان المديره ما زالت باتصال به وما زالت تحب تنشط. الحاجه اللي نجم نوصلها لهم هو ان في القريب العاجل ان شاء الله قلت لك الاجراءات الاداريه قوم في القريب العاجل، لان توا ما عندناش باش نحضروا برشا حوايج الا انها نحضروا الصفقه، وان شاء الله تخرج على التنافس في القريب العاجل، وان شاء الله الشباب يرجع ينشط فيها وفي اقرب الايام ان شاء الله. هو سي محسن شكون الاطراف المتداخله يعني باش يتم تبدا الاشغال؟ الاطراف المتداخله هي المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه، والجهه وهي والسمو ربي والتجهيز للدرجه الجهويه للتجهيز والولايه.
هذين ثلاثة طرف الولاية متى الأشغال ما تتكف الفلوس تتصب الميزانية تتصب للولاية نورمالمون حسب للمجلس الجهوي بالولاية الاعتمادية تصب في المجلس الجهوي للولاية والتجهيز تقوم بأحداث الصفقة على منظومة نفس إن شاء الله إن شاء الله في القريب العاجل لأن نعد في القريب النجم نبدأ في الأشغال إن شاء الله إن شاء الله سي محسن إن شاء الله بخلاف المشاكل الصغيرة هذه اللي في دار شباب الدندان هي في الحقيقة ديجا من قبل كانت تعاني من برشا نقائص بالمقارنة بدور شباب أخرى في ولاية منوب لا من ناحية المساحة لا من ناحية المعدات ومن ناحية الأنشطة التقليدية اللي كانت معناتها تتمارس فيها على خلاف دور الشباب الأخرين اللي كانوا جذابين برشا للشباب ومعناتها بالأنشطة المعاصرة اللي يجذبوا الشباب دار الشباب الدندان ما كانتش بالطريقة هذيك معناتها فماش زعما هكايا بعض التحسينات اللي حتى في نوع الأنشطة حتى ربما معناتها راديو ويب على الأقل يبدل هكاك الوجه نتاع دار شباب الدندان هذا هي الشرايط اللي باش يقوم به في دار الشباب هي دار الشباب من جيل ثاني مع راديو ويب مش يكون في وسطها مش يكون في وسط راديو ويب وان شاء الله مش يكون توسع داخل الفضاءات اللي هما ينشطوا فيها وان شاء الله ما يشوفوا كان خير ان شاء الله كانت دار الشباب نتاعهم ترجع خير من اللي كانت وان شاء الله النشاط نتاعها يكون اقوى من اللي كان يعني نجم نقول لهم انه بخلاف ربما التحسينات العقاريه ولا بخلاف انه باش يتم معناتها اعاده تركيب وتركيز الشبكه الكهربائيه انه باش نلقاو دار ثقافه فيها كما قال دار شباب عفوا فيها راديو ويب فيها ربما حواسيب فيها امكانيات اخرى كل شيء الحواسيب موجوده كانت ديجا الحواسيب لا موجوده الحواسيب واصلا الحواسيب نتاعها ما زالت على ذمتها ان شاء الله نزيدوا في كيتحل من الوزير نزيدوا ندعموها بحاسيب جدا هذاك ماهوش ما نجموش نعرفوا تقريبيا سي محسن الاشغال هذه يعني تقريبيا وقتاش نجم تنتهي وقتاش نجم نقولوا انه دار الشباب ترجع للنشاط نتاعها ما نجموش ناخذوا معناتها تاريخ باعتبار ان تو نحضروا في كره الشروط في لابيل دوفر كره الشروط لما لابيل دوفر يطب على منظومه نفس نجموا نحدوا وقت التاريخ ان شاء الله يعني الاشغال معناتها مازلت في البدايه معناتها عرض مثلنا توا البرنامج الوظيفي حضر توا مازال نحضروا احنا الوثائق نتاع الصفقه ولما يحضر وثيقه الصفقه معناتها كل شيء يولي سهل واضح سي محسن باهي سي محسن تقعد معنا فقط نخرجوا في فاصل نرفع فيه الاذان ثم نعود لمواصله بقيه الحوار اوكي We'll be right back.
على إذاعة مندرة FM بشراكة مع مبادرة مناظرة. برنامج أمور تهمنا يطرح ويناقش عدد من القضايا المتعلقة بشأن العام. تلقونا في الحلقة الثامنة نهار 21 فيفري مع نص نهار باش نحكيو على مخاطر التلوث البيئي في سونين، أضراره على صحة المواطنين وحياتهم اليومية. باش نحكيو زيدا على غلق المؤسسات الشبابية في الدندان وجديدة من ولاية منوبة، أسباب الغلق وتأثيره على الشباب بالجهة. تلقونا في التقديم راني عمارة، أحمد سيسي ووسيم حمادي. استنونا. تقبل الله صلاة الجميع. رجعنا لكم لمواصلة الحوار. نعود نذكر السادة المستمعين والمشاهدين أنه ضيفنا هو السيد محسن مصدق، المندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية منوبة. نحكي معاه على مشاكل دور الشباب في ولاية منوبة. سي محسن، حكينا معاك في البداية على مشكل دار الشباب بالدندان، توا باش نوصلوا معاك الإشكالية أخرى أكيد أنت تعرفها اللي هي دار الشباب بجديدة، زادة كيف كيف هي في أشغال. لو كان تزيد تفسر لنا وتشرح لنا شنو طبيعة الأشغال اللي فيها. إيه شكرا. إيه دار شباب جديدة ومشروع متكامل، حيث تم هدم البناية كاملة وإعادة الأشغال لبناء دار شباب جديدة. كلفة المشروع هي حوالي 1,100,000 دينار. دار شباب صحيح طالت المدة متاحهم، لكن انطلقت الأشغال بتاريخ 15 ديسمبر 2021، وإن شاء الله أشغال متواصلة ومتواصلة 10 شهور. طبيعة الأشغال شنو سي محسن؟ بناء نرمالمون جديد، بناء جديد في بناء لدار شباب كاملة جديدة. واضح من لما تم هدمها كاملة وبناء دار شباب جديدة. انطلقت الأشغال 15 ديسمبر 2021، واضح، وتدوم على 10 أشهر. إن شاء الله بعد 10 أشهر دار شباب جديدة تفتح أبوابها من أول جديد، وإن شاء الله تكون في حلة جديدة أخرى. سي محسن، هو تو حتى مثلا سمعنا دار الشباب المرنقية زادة، فما مشروع باش يتم هدمها وإعادة بنائها. إيه نعم. به. كيف كيف؟ رغم خاطر ذو مقدم معناتها شوية ومهترئين، ورغم اللي دار الشباب الدندان هي أقدم دار شباب في ولاية منوبة. علاش ما يتمش إعادة بنائها هي حسب المعايير معناتها تاع دور الشباب تو جديدة والنموذجية؟ هو راهي كلها لما يقع هدم دار الشباب هو كلها حسب اختبار فني. اختبار فني اللي تعمل في دار شباب الدندان مع تلاشى الهوية مهدمها كاملة. دار شباب الدندان راهي فيها كان اخلالات في الضوء متاحها وفي الصليتار متاحها وفي الديئة اللي موجود فيها هي. دار شباب المرنقية انت جبتها، دار شباب المرنقية فيها تصدعات اي للسقوط معنا اي للسقوط، وفيها اختبارات اللي هي زي ما تتعود ملو جيد كما دار شباب جديدة. دونك هيك علاش هو قررنا اللي هي دار شباب المرنقية يتم اعادتها من الاول جديد، وبكلفة الحالية هي 1,000,000 دينار مع 8 مليار. يعني نجم نقولوا للسادة المستمعين وخاصة الشباب المتساكنين في منطقة جديدة انه تقريبا في اخر العام نتاع 2022 باش تكون دار شباب حاضرة وتنطلق في النشاط نتاعها ان شاء الله. ان شاء الله. هو سي احمد كان اعطيك انا المشاريع اللي موجودة في منوبة حول دور الشباب. ما شاء الله عنا دار شباب جديدة من الأول جديد، عنا دار شباب تبربة اللي هي فيها أشغال توا، والأشغال وصلت 90%، هذه إعادة الشبكة الكهربائية وإعادة التهيئة الداخلية. ممتاز. عنا إتمام إجداد دار شباب دور هشر كلفة بتاعها 300,000 دينار، هذه بسبب الإعلان عن طلب العروض. عنا مشروع تاي دار شباب واد الليل الجيل الثاني كيف كيف. هذه 4 مرات ونخرجوا ما لقيناش شكون ينجم ياخذها من المقاولين، فندعو المقاولين يدخلوا
للسيت بتاع التناس وان شاء الله نلقاها الاربع مرات هذه عند 300,000 دينار. عندنا اختبار فني شامل كامل يبين دار شباب دندان وصاي كمانيه وتحدثنا عليه. عندنا مشروع اعاده بناء المرنقيه، عندنا احداث فضاءات رياضيه بالمركب الشبابي، هذا فضاءات المركب الشباب الجديده اللي هو افتتح في اقامه، هذا يعني اقامه ويعطيك هذا فخر لولايه منوبه، وهذا فخر. انا لما اقول فخر لان في اطار اللي هو العنايه بالشباب ومع الناس في منوبه اقامه في مركب في اقامه، فهذا حل جديد ومش نعم مش يتم تهيئته وملاعب برا منه بجنب اللي هو يكون ملاعب للتنس وملاعب للتنس وملاعب لعب جماعيه خارج الفضاء نتاع الاقامه ونتاع الاجتماع. اول من افتتح النشاط في المركب الشبابي او المحل هو انا سي محسن ودار شباب الدندان. دونك على هذاك سي محسن نحب ناكد مش ناكد عليك، مي ان شاء الله دار شباب الدندان تخرج بحله جديده، وحتى انا مركز على الدندان مش عارف ان شاء الله تخرج بحله جديده ان شاء الله يكون فما هكا معاش راديو ويب تي في ويب حاجه كي نجموا تجربه الشباب اكثر في الدندان ان شاء الله. عندنا حتى شيء ان شاء الله ان شاء الله. مازال لنا ثلاثه مشاريع لو في دور الشباب، عندنا تاي دار شباب بشويقه بربه زاد كيف شنيئوها، وعندنا دار شباب منوبه الجيل الثاني زاد بشنيئوها، وعندنا دار شباب البساتين اللي احنا توا عملنا اعاده طلب العروض المره الثانيه، معناتها فما انشطه فما حركه في ولايه منوبه، وان شاء الله دور الشباب نتاعنا ولكلهم يجددوا الكل فيهم النشاط ويحتضنوا الشباب اللي هم يحولنا العنصر اللي تحبه الشباب. واضح. شكرا لك سي محسن، شكرا على تدخلك معنا، احنا مازلنا مواصلين معكم لكن قبل نمشيو الفاصل الموسيقي ونرجع لكم في اخر فقراتنا. بوبليسيتي بوبليسيتي. We'll be right back.
مندرة FM بشراكة مع مبادرة مناظرة. برنامج أمور تهمنا يطرح ويناقش عدد من القضايا المتعلقة بشأن العام. تلقونا في الحلقة الثامنة نهار لحد 20 فيفري مع نص نهار باش نحكيو على مخاطر التلوث البيئي في سونين، أضراره على صحة المواطنين وحياتهم اليومية. باش نحكيو زيدا على غلق المؤسسات الشبابية في الدندان وجديدة من ولاية منوبة، أسباب الغلق وتأثيره على الشباب بالجهة. تلقونا في التقديم راني عمارة، أحمد سيسي ووسيم حمادي. استنونا. ما زلنا معاكم على موجات إذاعة المندرة FM في آخر فقرة من حلقتنا، فقرة صورة الشهر. وكنا هبطنا لكم تصوير على صفحة الإذاعة اليوم صباح، وتنجموا تشوفوها توا في البث المباشر. وطلبنا تعليقاتكم على التصويرة هذه. التصويرة اللي نحكيوا عليها تخذيت من مطار تونس قرطاجرة، وفيها 20 مبنج ومبنجة باش يسافروا في نفس الطيارة معناتها اللي مدينة للبلد الألماني. الظاهرة ذي الحقيقة انتشرت برشا في خاصة في السنوات الأخيرة بعد 2011، ولينا نشوفوا هجرة كبيرة لما يسمى بالهجرة الأدمغة، من مهندسين، من أطباء، من تقنيين في الصحة وغيره. وربما نجم نفسروها بأنه الأوضاع متاع البلاد هي اللي تدفع به. أحمد، نسألك سؤال، إذا كان مع تعليقك على الصورة هذه، إذا كان يطرح عليك المسألة متاع أنك تغادر البلاد باش تشتغلها وباش معناتها تستكمل الدراسة متاعك في الخارج، تمشي ولا ما تمشيش أحمد؟ الحقيقة الحقيقة الحب الحقيقة الحقيقة تو حاليا معناتها أنا فقدت أول بعد الثورة معناتها وبديت نحل في عيني على الوضع في تونس، كنت عندي ثقة برشا في البلاد هذه وما كنتش نحب نخرج من البلاد جملة. ولكن توا مع الأوضاع هذية وأنا ونصور معناتها أغلب الشباب الكل معناتها نعدم الثقة في البلاد، نعدم الثقة في أمل إنه البلاد هذية تتصلح، إنه تحل معناتها تتحل كيف وجه الشباب وينجم في البلاد هذية يعيش. يعني تقول أنت ما لومهمش الشباب اللي خرجوا؟ الحقيقة توا جيت لهم تعذر، ما عادش نجم تلوم، الحقيقة معناتها حتى والديك توا من الصغرى يحطوا في مخك ماذا بيك تخرج من البلاد هذية وابعد، حتى ولو برواتب شوية، حتى ولو معناتها ظروف ما هيش شكل اللي طيارة هو المرحلة في عامة الظروف، خاصة نحكيه توا مثلا على الشباب اللي مشين لألمانيا، ظروف في أوروبا، ظروف المادية أحسن. أنا الحقيقة معاك أحمد في أنه ما من المحبذ أنه الأشخاص ما يخمموش في خلاصهم الفردي، معناها أنا نمشي ونحسن ظروفي فقط وما يهمنيش أنه ربما خاصة في قطاعات حساسة اللي هي ديما يطرح على الجدل اللي هو قطاع الطب. معناها في تونس عندنا عدد صغير نتاع أطباء ومستشفيات في حاجة كبيرة للأطباء، ونلقاو اللي جل الأطباء يمشيوا خاصة لأوروبا غيرها من البلدان، ونلقاو اللي فما نقص في الطواقم الطبية. أنا الحقيقة رأيي مش بعيد عليك أحمد، نحاولوا أن نوازنوا بين أن نفكروا في مصلحتنا الشخصية، وهذا مشروع راهو أن نخمموا في أن نحسنوا دخلنا الفردي، نحسنوا مستوانا الاجتماعي وغيره، وفي أنه معناتها أن نساهموا في أن نفيدوا بلادنا. فما معطى آخر اللي أنا ملومش عليه الشباب، اللي هو مش معطى المادي، اللي هو المعطى العلمي. فما برشا اختصاصات في تونس ماهيش موجودة، وفما ناس تحب تستكمل دراستها في الاختصاصات هذيك وما تلقاش في تونس، دونك تولي أوبليجي، معني هيش مخيرة، تولي مجبرة بالضبط. هذيكم الحقيقة أنا ملومهم الجملة، لأنه البلاد هي اللي قصرت في أنها توفر لهم معناتها الاختصاصات هذية. وكيف كيف زادة فما برشا اختصاصات أخرى برشا موجودة في تونس، ولكن ولا عليها الزمن اليوم والمعطى الطالب يقراهم ويتخرج يقعد بطال، لأنها ماهيش مطلوبة في سوق الشغل لا الوطني الى سوق الشغل العالمي زاد. معناتها داك علاش برشا شباب قاعد يهرب توا يمشي يقرا لبرا، معناتها جامعات نموذجيه
شهادة معترف بها معناتها دولين أو في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لناس تمشي لأوروبا، ويكون عندها وزن معناتها في يكون عندها وزن. بالنسبة لي أنا رسالتي الأخيرة اللي نوجهها للشباب هذا اللي يفكروا في أنهم يهاجروا سواء لاستكمال دراستهم وإلا للعمل، هو مثال خمموا في رواحكم، حسنوا دخلكم الفردي، ولكن خليوا نصب أعينكم أنكم فما نهار من نهارات باش ترجعوا تونس باش تخدموا في تونس وباش تستقروا في تونس. كيف زاد ما ننساوش الفضل نتاع بلادنا علينا، زاد اللي قرينا فيها معناتها من الصغر اللي كبرنا باش وصلوا خرجوا معناتها قرينا معناتها من عند الدوله. دونك هكا نكونوا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم. نذكر مستمعينا اللي برنامجنا يجي في اطار مشروع صحافه الشان العام لمبادره مناظره بالشراكه مع 5 اذاعات جمعياتيه تنضوي تحت الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي، وهي المندرة اف ام، نفزاوة اف ام، عليسة اف ام، والسليوم اف ام. شكرا احمد، شكرا للساده المستمعين والمتفرجين على المتابعه، شكرا على تفاعلاتكم على صفحات التواصل الاجتماعي. لايف تنجموا تعاودوا تتفرجوا فيه على صفحه اذاعتنا وعلى صفحه مبادره مناظره. نعاود تجديدنا لتمنيتنا بالشفاء لصديقتنا وزميلتنا رناء. ما تنساوش الموعد الشهري مع امور تمنا البودكاست اللي باش يكون نهار السبت 26 فيفري على الساعه 8 مساء على صفحه مبادره مناظره، وللمره هذه باش نحكي لكم على موضوع ياسر 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 مهم وما تروح برشا في المجتمع متاعنا، اللي هو واقع الأشخاص ذوي الإعاقة. في الأخر نشكر الأصدقاء في الفريق التقني وكل اللي ساهموا في تأمين الحصة متاعنا اليوم، ونقول لكم أتري بيانتو وفي حلقة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء.